Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. أيام الأسبوع. نتعلم النهاردة أيام الأسبوع. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, l'ethnin. Mardi, l'talat. Mercredi, l'arba. Jeudi, l'chamis. Vendredi, l'gouma. Samedi, l'sabt. Dimanche, l'had. Lundi, l'ethnin. Mardi, l'talat. Mercredi, الأربع. Jeudi, الخميس. Vendredi, الجمعة. Samedi, السبت. Dimanche, الحد. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi. Lundi. بعد lundi, الاثنين هيجي ايه؟ مardi الثلاث. بعد المardi هيجي عندنا ايه؟ mercredi الاربع. طب بعد الاربع هيجي عندنا ايه؟ الخميس jeudi. طيب بعد الجودي هيجي عندنا ايه؟ الخميس الجمعة vendredi. بعد vendredi هيجي عندنا ايه؟ samedi السبت. بعد السبت هيجي ايه؟ هيجي الحد dimanche. lundi mardi mercredi jeudi vendredi, samedi, dimanche. طيب نيجي على دي. دي هنا ادي mercredi. طيب قبل المercredi او بعد المercredi هيجي عندي ايه؟ قبل المercredi الاربع mardi. طيب وبعد هيجي ايه؟ هيجي jeudi. وبعد jeudi خميس vendredi الجمعة. ادي jeudi. lundi مفروض بعد لندي الاثنين يجي عندي ماردي. ودي ماردي. وبعد ماردي بيجي عندي ميركودي الأربع. نجي على بعدها. أدي فوندردي يعني جمعة. طيب بعد الجمعة هيجي عندي إيه؟ هيجي عندي سبت سامودي. وبعد السبت هيجي حد ديمانش. يبقى أدي سامودي. اللي بعدها أدي ديمانش. بعد ديمانش بعد الحد مفروض يجي عندي ايه؟ مفروض يجي عندي لوندي اللي هو الاثنين. ادي لوندي. وبعد لوندي بيجي عندي ماردي. طيب جودي بعد يوم بعد يوم الخميس هيجي عندي ايه؟ هيجي عندي جمعة. يبقى فوندردي. طيب بعد الجمعة هيجي عندي سبت سامودي. بعدين ماردي يوم الثلاث. طيب بعد الثلاث مفروض يجي عندي ايه؟ يجي عندي اربع. يبقى ادي ميركودي. وبعد الاربع بيجي عندي جودي اللي هو الايه؟ اللي هو الخميس. هنا بقى سامودي اللي هو السبت. طب بعد السبت مفروض يجي عندي ايه؟ مفروض يجي عندي حد. طب الحد هو ايه؟ ديمانش. وادي ديمانش. وبعد ديمانش بيجي عندي لوندي اللي هو الاثنين. نيجي على دي. لوندي بعد لوندي مفروض يجي عندي ايه اللي هو الاثنين؟ مفروض يجي عندي ماردي. ودي ماردي الثلاث. طيب وبعد الماردي بيجي عندي ميركودي الاربع. نيجي على بعدها. طيب ماردي يوم الثلاث مفروض يجي بعده ايه؟ مفروض يجي بعده الاربع. يبقى ميركودي. طيب بعد ميركودي الاربع بيجي عندي جودي اللي هو الخميس. نيجي على دي. سامودي اللي هو يوم السبت. طيب بعد السبت هيجي عندي ايه؟ هيجي عندي الحد. طب الحد هو ايه؟ هو ديمانش. ادي ديمانش. بعدين بيجي عندي لوندي اللي هو الاثنين. طيب نيجي على اللعبه الجميله دي. دي اهو بيقول لي لو جور افون فوندردي. لو جور افون فوندردي اليوم اللي هو قبل يوم الجمعه. طيب ايه هو اليوم اللي قبل يوم الجمعه؟ مفروض يوم الخميس. خميس يعني ايه؟ يعني جودي. طيب ازاي بقى؟ يعني مفروض نكتبه كده، لاني مفروض جودي فوندردي
يبقى كده ادي جودي. طب لو عايزين نكتبه من هنا هنيجي نكتبه كده، يبقى ادي حرف الجي صح، وبعدين ادي او، وبعدين ادي حرف الاو، فين الاو؟ اهو الاو، وبعدين ادي حرف الدي، وبعدين ادي حرف الاي، يبقى كله بقى ايه؟ بقى جودي. طيب نيجي على اللي بعده، لو جور افون ماردي، مفروض اليوم اللي قبل يوم التلات، اللي هو ايه؟ قبل يوم التلات اللي هو لوندي، مش قلنا لوندي ماردي؟ يبقى قبل يوم التلات هو لوندي. طب نكتبه ازاي؟ اهو ادي ال، بعد ال ادي او، وادي او اهو. لا غلط، يبقى مش لازم احط او، مفروض احط ايه؟ احط او، وادي او اهي. طب بعد الاو مفروض انا بقول لوندي، ينفع ان انا اروح حاطه ده؟ ما ينفعش، ده في الاخر. طيب يبقى بحط ادي ان، فين الان؟ الان الان الان، ادي ان لون، وبعدين دي ادي دي، يبقى كلها بقت ايه؟ لوندي. طيب نيجي على اللي بعده، لو جور ابري جودي، اليوم اللي بعد الخميس، لو جور ابري جودي. طب ايه اللي بيجي بعد يوم الخميس؟ مفروض بيجي عندي ايه؟ بيجي عندي الجمعه، يبقى ايه؟ يبقى فوندردي، يبقى فوندردي اللي هو اليوم اللي بعد الخميس هو الجمعه. طيب تعالوا بقى نكتبهم، نكتب ده هنا، هنكتبه ازاي؟ محتاجين في، ادي في. طب بعد الفي ادي او، بعدين بعد الاو عندي ايه؟ عندي ان صح؟ صح يا حلوين، يبقى ادي ان. بعدين بعد الان عندي دي، وادي دي، بعد الدي عندي اغ، فين الاغ؟ اهي اهي اهي، فينها؟ ادي الاغ. بعدين بعد الاغ عندي او، ادي او، وبعد الاو عندي دي، ادي دي، وبعدين عندي اي اهي، يبقى فوندردي. نيجي على اللي بعده، هنا بيقول لي لو جور ابري لوندي، يلا يا حلوين، يلا لو جور ابري لوندي يعني ايه؟ يعني اليوم اللي بعد يوم الاثنين. طيب اليوم اللي بعد يوم الاثنين المفروض يبقى ايه؟ مفروض يبقى ماردي صح؟ يبقى لازم ماردي، يبقى هنكتبه هنا كده، ادي ام، فين الام؟ اهي ادي ام، بعدين ادي ا، بعدين عندي ادي اغ، فين الاغ بقى؟ فين اهو بندور، ادي اغ، وبعدين عندي ادي دي، وبعدين ادي عندي اي، يبقى بقى ايه؟ بقى ماردي، ماردي تلات. طيب اللي بعدها بقى لو جور افون ديمونش، اليوم اللي قبل يوم الحد، لو جور افون ديمونش. طيب ايه بقى اليوم اللي قبل يوم الحد؟ المفروض يبقى يوم السبت صح؟ يبقى انا هنا هكتب ادي سامودي اللي هو يوم السبت، سامدي. طب نكتبه كده مع بعض، يلا ادي فين الاس؟ هندور على الاس اهي، بعد الاس عندي ادي ا، وبعد الا هدور فين الام؟ انا عايزه الام اهي، ادي الام، وبعد كده ادي الاو، وبعدين ادي دي، وادي اي، يبقى كله سامدي، السبت سامدي. طيب نيجي على دي، يلا يا حلوين، لو جور ابري ماردي، اليوم اللي بعد يوم الثلاث، لو جور ابري ماردي. طب ممكن يكون ايه؟ اليوم اللي بعد الثلاث، بيوم بعد الثلاث يعني الاربع، يعني ميركودي، ميركودي، ميركودي. طيب نكتبه كده مع بعض، ادي ام، وادي او، وادي اغ، فين الاغ؟ اهي، وادي سي، وبعدين بعدها اغ، وبعد كده او، وبعدين دي، وبعدين اي، يبقى بقت ايه؟ بقت ميركودي، ميركودي. نيجي على دي، le jour avant lundi، le jour avant lundi، اليوم اللي قبل يوم الاثنين. طب ايه هو اليوم اللي قبل يوم الاثنين؟ قبل يوم الاثنين اللي هو ايه؟ اللي هو يوم الحد. طب الحد ايه هو؟ هو ديمونش،
ادي ديمانش. طب هنكتبه كده مع بعض، يلا ادي دي وبعد كده ادي اي وبعد الاي عندي ام، ادي ام وبعد كده ا وبعدين عندي اهي فين الان، انا عايزه ان فين الان اهي، وبعد كده انا عايزه سي وبعدين انا عايزه اش وبعدين انا عايزه أه. يبقى كله على بعض يبقى ايه؟ بقى ديمانش، يبقى ديمانش الحد. طيب نيجي على دي، بصوا بصوا يا حلوين، ادي لوندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمانش. طيب دي الاو، الاو فين؟ عند لوندي صح؟ ادي هنا جبتها هنا عند لوندي. طيب وماردي ام ا، وادي ام ا راحت فين؟ راحت عند ماردي. طب ميركودي ادي ام او، ميركودي جت عند ميركودي. بعدين ادي جودي بصوا اهي طارت عندها. بعدين ادي فوندردي بصوا جبناها هنا عند يوم الجمعه. بعدين ادي سامدي، سامدي السبت جت على السبت. ودي بقى ديمانش الحد جت هنا. يبقى لوندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمانش. لوندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمانش. Au revoir. Au revoir pour aujourd'hui. Au revoir.